عشاق التلحيم بالكهرباء، مرحبا بكم في هذا الفيديو. سأريكم طريقة للتلحيم كانت حكرا على الشركات الصناعية والآن أصبحت في متناول الأشخاص الهواة. هذه دارة كهربائية للتحكم في الترياك، سأستعملها مع محول كهربائي للتحكم في سرعة النبضة الكهربائية وقوة التيار للملف الثانوي. سأريكم كذلك شكل إشارة الخرج تيار الخرج باستعمال الأوسيلوسكوب. مبدأ عمل التلحيم بالكهرباء هو كالتالي: لدي محول مصدر جهد 220 فولت وقطعة المعدن التي أريد أن ألحمها باستعمال قطبين وسلك نحاسي سميك. لتشغيل المحول سنستعمل الترياك. نرسل تيار كهربائي متردد في مدخل الترياك فتغلق دارة الملف الابتدائي. الملف الثانوي سيولد جهد ضعيف قدره 1.85 فولت، لكن بالمقابل سيعطي شدة تيار جد كبيرة. لم أستطع قياس هذه الشدة لأنني لا أتوفر على الأداة المناسبة لذلك، لكن سأستعين بهذه المعادلة لاستنتاج قيمة تقريبية. لدينا الجهد ضرب التيار يعطينا القدرة. في الملف الابتدائي لدينا 220 فولت ضرب 2.383 تساوي 220 ضرب 2.388 تعطينا 524 واط. أما بالنسبة للملف الثانوي الجهد الذي يخرج هو 1.85 ضرب شدة التيار التي سنبحث عنها تساوي 524 واط. هذا إذا اعتبرنا أن المحول هو مثالي. نأخذ القيمة التي وجدنا ونقسمها على 1.851 ستعطينا 283 أمبير. هذه الكمية الكبيرة من التيار ستمر في مساحة ضيقة ستؤدي إلى ارتفاع الحرارة وذوبان المعدن فنحصل على نقطتي لحام. يوجد طريقة أخرى للحام وهي بوضع القطبين بشكل متقابل، هنا سنحصل على نقطة لحام في هذه المنطقة. بالنسبة لهذه القيمة 2.38 أمبير قمت بحسابها أو قمت بقياسها بالملتيمتر، وهي خاصة بالمحول التي أنا بصدد أو المحول الذي أنا بصدد تجربته. هذه الدارة تعمل بالتيار المتناول، لهذا أستعمل هذا المحول الذي يعطيني 12 فولت. هنا لدي جهد عالي 220 فولت لتشغيل المحول ولتجربة هذا المصباح. لدي هنا زر
يمكن أن أعتبرك زناد أو زناد قدح. وهنا نرى 50، 50 تعني 50 هرتز، 99 تعني 99% من قوة التيار. الآن سأقوم بأول تجربة. هذه هي أقصى القيم التي لدي هنا، لنرى. المصباح انطفأ، اشتعل لمدة ثانية واحدة. سأخفض القوة إلى أقل ما يمكن. أقل ما يمكن هو 30%. لنرى، كما لاحظتم كانت شدة المصباح ضعيفة. والآن لنجرب أن نخفض هذه القيمة، يعني نعطيها مثلا 25 هرتز، أي نصف ثانية. هكذا نجرب لنخفض أكثر، 10 هرتز. كما لاحظتم ينطفئ بسرعة. سوف أخفض لأدنى قيمة لنرى كيف سيبدو. كما لاحظتم لا يظهر شيء. إذا سوف أرفع من قوة التيار إلى 70. أتمنى أن تظهر لكم الإضاءة. سأقوم بتجربة اللحام على قطعة إينوكس، قطعة حديدية من الزنك أعتقد، بطارية صغيرة وبطارية كبيرة. سأحاول لحم هذه القطعة مع هذا الطرف. سأضبطه على 3 نبضات وطاقة كاملة. كما تلاحظون تمت عملية اللحام بنجاح. الآن سأجربها على هذه القطعة. سأزيد من عدد النبضات إلى 5 نبضات. قليلا، امسكت قليلا. سأزيد إلى 10 نبضات. امسكت شيئا ما. سأزيد إلى 15 نبضة.
إذن يجب أن أضغط جيدا، سأحاول أن أضغط بقوة. الآن أمسك، يجب أن أضغط قليلا بقوة حتى تنجح عملية اللحام. الآن سأجرب مع هذه البطارية الصغيرة، سأخفض عدد النبضات إلى 3، 3 نبضات. يمسك ولكن يكون ضعيف، نقطة اللحام تكون ضعيفة وهشة. سأزيد إلى 5 نبضات. هنا نبطة هذه النقطة أمسكت جيدا، ولكن النقطة الأخرى لم تمسك. سأعيد هنا اللحام أمسك، والآن سأقوم بالتجربة على هذه البطارية. سوف أخفض عدد النبضات إلى 3. وأرى النتيجة، النتيجة كانت لا بأس بها. أقول ضعيف، سأعيد التجربة بعدد نبضات أكثر. خمس نبضات. هنا التجربة نجحت، جيد. نجرب الجهة الثانية. هنا التجربة نجحت، أغلب محاولات اللحام التي قمت بها لم تنجح من الوهلة الأولى، يجب رفع أو خفض عدد النبضات حسب نوعية المعدن أو سطح المعدن أو نظافة سطح المعدن. السطح الأملس ليس هو السطح الخشن، و الإنوكس ليس هو الزنك أو الحديد الخالص. يجب ضبط عدد النبضات لتتلائم مع خاصية المعدن الذي نريد أن نلحمه. سأريكم شكل الإشارة على الأوسيلوسكوب. قلت أن الرقم 5 هو عدد النبضات، ويمكن التأكد من ذلك. سأزيل هذه الأرقام. أعيد النبضة. هنا 5،
يمكن حسابها 1 2 3 4 5، أو يمكن حسابها بهذه الطريقة، هذه نبضة، هذه نبضة، هذه نبضة، هذه نبضة، هذه نبضة، وتبقى لنا نصف نبضة هنا. هذا النصف لأن الأوبتوكوبلر يبدأ من الصفر، لا يبدأ من أي مكان عشوائي، يبدأ من الصفر، لهذا نجد نصف نبضة على عدد النبضات. سأخفض عدد النبضات إلى نبضة واحدة لنرى كيف ستبدأ. نزيد من الأرض هذا الشيء. النبضة تبدأ من هنا، تنزل هنا، أو يمكن أن نعتبرها تبدأ من هنا وتنتهي هنا، ونعتبر أن هذا النصف يبقى زائد. ماذا سيقع إذا قمت بتخفيض قوة التيار؟ سأخفضه مثلا إلى 66. وقد تشوه شكل الإشارة تشوه. هناك طريقة أخرى لصنع دارة للتحكم في سرعة النبضة، ألا وباستعمال روليه ومكتف. أتمنى أن تكونوا قد سمعتم صوت الطرطقة. التحكم بالسرعة يكون باختيار اختيار كلما كانت قيمة الفارض أقل تكون سرعة الغلق والفتح أقصر، وكلما زادت قيمة الفارض زادت مدة غلق الدارة. هذه أسهل طريقة يمكن استعمالها بدل هذه الدارة، وهي طريقة بسيطة جدا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.